السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته إخواني ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعده اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم عندي لكم درس مهم ومهم جدا كما كتشوفوا معايا الساعة نقول لكم الحداش ولا العشرة ونص الله أعلم خليات ديالنا كما كي كتلاحظوا كيدخلوا شوية ديال حبوب اللقاح يعني ماشي كتير ولكن كاينه واحد خمستاش في المية ولا عشرين في المية اللي كتجيب حبوب اللقاح كما كتشوفوا معايا والدرس اللي هو الدرس ديال اليوم هضرنا على دودة الشمع هضرنا العلاج ديالها وهضرنا على الوقاية دودات الشمع اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنهضرو على الفاروا ولا الباروا الباروا أكبر مرض الخليات النحل الخليه ملي كتصب البروه ما كيبقاش عندها الطاقه باش تخدم يعني ما كتبقاش تجيب لينا حبوب اللقاح بكثرة ما كتبقاش تجيب لينا عسل بكثرة ما كتبقاش الخليه ديالنا خدامه نهائيا وما كيقطعش النحل يتزاد لينا في وسط الخليه شنو هو السبب السبب وهو الفروة الفروة من اللي كتساب الخلية الفروة يعني حشرة صغيرة صغيرة الحجم لها ستة أرجل و هو... و هو... سميتو واللون ديالها يعني بني احمر وحشيره وحشره صغيره فيها نتوة وفيها الدكار. من ملي كتدخل لينا الخلية ديالنا كتعيش منين كتعيش كتعيش لينا من الدم ديال النحل من الدم ديال اليرقات كتمص ليهم الدم ديالهم وكتشوههم والطريقة باش غادي نعرفو الخلية ديالنا فيها الفروة كنديرو مراقبة للخلية ديالنا وكنلقاو فيها نحل مشوه شنو هو التشويه اللي فيه باش غنعرفوه فيه الفاروا ما كيقدرش على الطيران ما كيطيرش كتلقى الجناحين ديالو ما عندوش كتلقاه كيزحف امام الخليه وبعد شي مرات الا كانت عندك الفروه كثيره راه كيكون عندك الفاروة في الكتف ديال النحلة الفاروة ملي كتكون اليرقة في وسط العين السداسية بعد ساعة ولا ساعتين ولا ثلاث ثلاثة السويع يكون النحل قرب يسد اللي يراقص كطيح في وسط العين السداسية اللي كطيح في عين السداسية كتبيض بيض وكيفقص وكيوليو خمسة ولا ستة ديال الحبات ديال الفروه عندك في كل عين سداسية مع الحضنة اللي سد عليها النحل كتمص الدم ديال داك اليرقه فيها كتموت في وسط العين السداسية وكيخرجها النحل وكيلوحها أمام الخلية <applause> الى درتو مراقبه كتلقاوها امام الخليه يعني ما كاملاش ما عندهاش جنحين كتلقاها بيضاء ومليوحه امام الخليه ما ماتتش في عين السداسيه كتخرج بلا جنحين يعني كتعيش العيشه ديال النمله في وسط الغار عيشه في الخلية، كتاكل كتشرب لا فائده لها هادوك اليرقات البيض ديال ديال الفاروا اللي طاحوا اللي طاحت تما وبيضات كيكونوا اربعه ولا خمسه ديال الحبات ديال النتوه وكيكون معاهم ذكر من بعد كتفقص اليرقه وكيحل عليها النحل كيخرجوا هادوك خمسه د الحبات ولا سته الحبات من كل عين سداسيه وكي في وسط الخليه كل عين سداسية كطيح فيها وحدة وكل وحدة كتبيض لينا أربعة ولا خمسة تلستة الحبات ديال الفارو في وسط الخالية وكتنتشر لنا في وسط الخالية وما كيبقاش النحل يجي بعسل بكثرة ما كتكثرناش النحل في وسط الخالية ولو تبيض الملكة داكشي اللي بيضت راه ديما عندنا النقص في وسط الخالية وهكذا كتدمر لينا الخليه ديالنا بهذه الطريقه هذه إخواني ديالي انا جربت جريبه باش جربت باش كنداوي كنداوي بالثومه كنهرس الثومه وكنديرها فوق اطارات اللي يعني كنديرها في الشبكة ونديرها فوق الإطارات وكنديرها على حسب النحل اللي في الخلية إلا إلا كان نحل كتير كندير لها جوج ديال الرزيمة ديال التومة كنهرسهم ونديرهم في الشبكة باش ما يطيحش ليا داك الخز ديال التومة في وسط الخلية كنديرها في الشبكه ديال النيلو ونحزمها ونحطها فوق فوق الاطارات ديال الخليه إذا كان عندنا الخليه كثيره نقدر ندير لها جوج رزيمات ديال الثوم او ثلاثه إذا كانت عامره مزيان وكنستمر معها بحال هكا المدة ديال عشر أيام تال خمستاشر يوم كنبدلها ولكن الفروة ما كتكونش كتيرة هذاك الثوم ما كيقتلش الفروة ولكن كيطيحها من الكتف ديال النحلة ما كتبقاش لاصقة فيها وما كتكثرش لينا في وسط الخليه يعني هي الثومة غير كتدوخها وكطيح في قاع الخليه وقد ما داك الريحه ديال الثوم في وسط الخليه كيطيح داكشي اللي باقي واللي طايحه لتحت كتجلس تما ما كتقدرش تطلع اما كتبقى تما حتى كتموت او لا الى رد لها البال النحل راه كيخرجها ويلوحها على برا وملي كنديرو الثومه للخليه ديالنا كنهزو الخليه ديالنا من الخلف ونخليوها كتشوف في الارض باش ملي كطيح لينا هذيك الثونيه داك عفوا هذيك الفاروه كيبقى النحل كيتحرك في الخلية وكيطيحها على برا هذه هي الطريقة الإخوان ديالي باش تعالجو الفروة ديالكم من الخليات اللي عندكم وخا ما عندكمش ديرو التوم من الخلية ديالكم باش ما عندكم التوم على حقاش وخا انت ما عندكش في الخلية ديالك راه كاين الجيران اللي عندهم الفاروة في الخلية والنحل كيسرح في الورد على برا وكتلاقى نحلة مع نحلة وكتلصق من وحدة لوحدة حي أما كطيح في وسط الوردة وكتجي نحلة أخرى وكترعى وكتلصق فيها اولا كتلاقى نحله مع نحله في وسط الورده وكطيح من الظهر ديال هذيك النحله وكتلصق في وحده اخرى وكتجيب النحله حتى كتدخل الخليه مع كتدخل الخليه مباشره كطيح من الكتف ديال النحله وكطيح في العين السداسيه مع اليراقات وكتبيض وكتنتشر الفروة في الخلية ديالنا وهذه هي الطريقة الإخوان ديالي وتبرك الله عليكم والله يحفظكم ليا وكاينه طريقة واحدة أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرها وندير لكم عليها في فيديو إلا أنا لقيت شي خالية عند شي صادق أو اللي عندي في المنحل فيها الفروه ان شاء الله الرحمن الرحيم نديرو الطريقه ديال الثوم والطريقه واحده اخرى باش تطيح الفروة ما تبقاش لينا في الخليه نهائيا اللي طاحت كتخرج على برا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الى فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم تبارك الله عليكم